تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن
نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي. تحية الإسلام. سارت المعلمة سوسن نحونا قائلة: سندرس اليوم درسا في الأخلاق. سألها قيس: وما هو؟ قالت المعلمة: حسنا، سأسأل سؤالا سهلا يا قيس، ماذا يقول المسلم حين يرى مسلما؟ فأجبنا: السلام عليكم. قالت لنا: أحسنتم يا أبنائي.